سيداتي سادتي، مرحبا بكم في مصافحة جديدة لفروسيات. استدعينا السي عبد القادر بوشعيرة اللي هو رئيس الجمعية المحلية للفروسية بيك بلي في سوق الأحد وتربية الخيول. وتربية الخيول في سوق الأحد. نبدأ الحديث معك سي عبد القادر، مرحبا بك. سي قبل كل شيء في استوديو فروسيات، شفنا العمل اللي قامت به الجمعية، لو كان تحكينا عليها شوية الجمعية. والله في البداية نحب نتقدم لك بجزيل الشكر للعناية الموصولة بالقطاع هذا واهتمامك بالقطاع هذا. كما نحب نشكر في أن واحد بعث القناة اللي اسمح للقطاع هذا باش ربما يبلغ صوته من خلالك. الجمعية المحلية للخيول الأصيلة، الجمعية المحلية للخيول الأصيلة وتربية الخيول الأصيلة والفروسية بسوق الأحد، هي جمعية نجم نقول من أعرق الجمعيات لأنها تكونت في 2002 وكانت عندها أكثر من 50 فارس نفس الزي ونفس النظام، وكانت كلها شباب. في نشاط فروسية تقليدية ولا في نشاط السباقات؟ لا، في نشاط الفروسية. خطريتكم تبارك الله أنتم عندكم تعددية، أي عندنا تشاركوا في السباقات وتشاركوا زادة في كيف في الفروسية التقليدية. طبعا احنا اول ما بدانا بالفروسيه، الفروسيه التقليديه اللي هي الجمعيه اخذت اسم كبير ياسر في كامل الجمهوريه وغطت اغلب المهرجانات الثقافيه الصيفيه، هذيك ديما نغطوا فيها من كامل الاماكن. بالنسبه من بعدين هذيك جينا فهمت عمليه الخيول الخاصه للسباقات اللي هي في عندنا مركز كمركز تجويد في معتمديه سوق الحد، اللي هو الحمد لله توصل نسبة نتاع خصوبة تواصل حتى ل 40%. قداش من فحل سي عبد القادر؟ عندنا 3 فحولة. وقداش من فرس؟ اللي يجيو اللي يدخلوا للمركز؟ للتصفيد نوصلوا ل 130 128 فرس. ما شاء الله. كلهم من سوق الحد ولا فما ناس من برا من خارج المعتمدية يجيو؟ لا، خارج المعتمدية لأن مركز جهوي، ولا هو في حد ذاته مركز جهوي كامل ولاية قبلي، ونظرا لبعض الفحولة اللي عندها ممتازة. التصرف نتاعو شكون يتصرف فيه؟ الإدارة ولا أنتوما ولا التصرف مشترك؟ الإدارة هي المؤسسة الوطنية للتحسين والتجويد الوطنية الفنارك. بصراحة اللي نحب نقدم لهم تحية شكر من خلالكم، لأنهم وعلى رأسهم سي محمد الزاوية، لأن بصراحة لقينا كل الدعم. سي عبد القادر، الجمعية أو اللي يعرف على ولاية قبلي أنه ما كانش في تكسب برشا خيل، توجهت الخيل ثم شفنا اللي في الجمعية متاع سيادتك اللي تترأسها أنت في الظرف القصير هذا، في ظرف 10 سنين أو 12 سنة زدتوا أنا عدد الخيول كبر وعدد الأمهات كبر. أعطيني شنو التفسير علاش؟ والله التفسير في الأول ما كانتش الناس عندها نظرة، كانت الناس قبل تربي من قبل من قديم زمان، كانت كل إنسان لباس عليه يربي زايل يربي خيالي عنده واحد فرس واحد كذا. يبقى وقت في 2002 جيت للقطاع نلقى مهمش، فما ناس فهمت استغلاته صحيح، والناس هذه اللي استغلاته فهمت خذت على القطاع هذايا فهمت برشا مساعدات وبرشا فهمت في متن. ويظهر لي في السياق هذا يمكن تفتح قوس، فما كلام قلته لي فما دعم 2011، فما دعم اللي هو ب 12 طرناطه نتاع قرط، و 12 طرناطه نتاع قرط مشكور السيد وزير الفلاحه اللي وجهها لولايه قبلي، اما استغلتها ناس واعطتها الناس غير اصحاب الخيول، عدد قليل منهم فهمتوا. جمعيتنا تمكنت من زوسترنت اللي هي الجمعيه قدمنا فيها ما شاء الله فوق من 50 او 60. وشخص هذا مخول قانونيا؟ لا، لان الجمعيه نتاعها ميته ماهيش محلوله، عندها من 91 عمرها وقع تجديدها، وقع حتى توقيف العلف هذايا من السيد الوالي في الوقت هذاك، وقع توقيف لان كتبنا وعرضنا في عمليه التوزيع حيث ما تكون قلنا، لان ما ننسوش وان المسؤوليه نتاعنا مبدئيا كعضو في الجامعه الوطنيه وكرئيس جمعيه اللي مشرف على ولايه قبلي كامله كلها بحكم وجودي في مركز التجويد، نعرف الخيول نتاع الولايه كامله الكل، العدد نجم نعطيه وما حتى واحد ما ينجم يتراجع فيه والا واحد يشكك فيه. لان السيف هذا رداء نجم توجهوا به السيد وزير الفلاحه انه على الاقل
يمكن يسمع أي. الخيانة اللي موجودين غادي ويتدارك الموقف باش ما تكونش أي ماذا بينا الحاجة تمشي لأصحابها ما تمشيش للغير. احكي لي شوية على الفروسية التقليدية. والله الفروسية التقليدية هي الفروسية الرياضية هي مبدئيا هي وحربية. ما بين الرياضيات تولت كرياضة لأن الفارس المليح اللي هو الرياضي بكل صراحة إنسان عنده إمكانيات رياضية وجسده يقبل كل شيء نجم يتصرف فوق الخيال فوق الفرصة متاعها. هي الفروسية التقليدية موجودة في كامل المهرجانات ولت حتى توصلت حتى العراس ولت الناس ترجع شوية للتراث هذا ويبقى فما فيه نقص كبير ياسر اللي هو من ناحية السروجة ناحية مبدئيا تو سامحني مش نقول بصغر كلامك. شفنا في عقد البرازيك في حلقة الأخرى متاعك باللي برشا فرسان تشكي يقول لك ما فماش برشا خدمة السياحة ما عادش فما برشا خدمة احنا بيدنا معناها انسان الفارس خدام جورناتي مش بقول خدام حزام خدام معناها عامل يومي مسكين يخدم على نفسه ما تعرفش عليه نهار يخدم نهار لا باش يوكل حصانه باش 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 هذا الكل ويقول لك مثلا مهرجان دوز اللي هو منارة ولاية قبلي مهرجان دوز ياخو فيه معناها الدعم المالي ماهوش كبير ماهوش كبير صح ما يغطي حتى شيء صحيح ما يغطي شيء دونك برشا إشكالية برشا إشكالية كما معناها الزميل اللي من جمعية عقد المرازيق اللي يتكلم عليها يتكلم بصفة واضحة. سي عبد القادر أنت كمرجع خلينا باش نستسمحك باش نقول معاك سي عبد القادر بوشيرة يمثل قبلي باش نقول سي عبد القادر بوشيرة مرجع من المراجع الفروسية التقليدية في تونس. والله الرأى بالنسبة للفروسية هي كانت مدعومة بكل صراحة من كامل المهرجانات. كانت شو معناه كانت؟ كانت لأن من 2011 ما خدمنا حتى فارس ما خدم خدمة في المهرجانات. أول حاجة نظرا للظروف متاع البلاد وثاني حاجة فهمت المهرجانات كلها فهمت ما عادتش المهرجانات اللي كانت كل واحد خايف نظرا للوضع متاع البلاد هذايا. دونك 2011 ما فما حتى مهرجان نتمنى أن في 2013 هذايا تكونش بعض مهرجانات حتى تدعم القطاع هذايا باش يواصل الحفاظ على التراث هذا وخاصة هني ندعي لوزارة الثقافة للمفروض وزارة الثقافة لأن الجمعية وقت ما تكونت هي الصفة متاعها هي ثقافية والثقافية هي نورمالمون تتبع الثقافة نرجو منها الدعم لأن ما شفناش منها حتى دعم وما شفنا حتى دعم. أعطيني برنامج خاطر توا كلمة الدعم سهلة سي عبد القادر راهو اللي كيما فما برنامج فما كيفاش يقولوا هو مثال صيني يقول إذا كانت حاب توكل إنسان نهار أتي حوت كانت حاب توكل إنسان عمره كامل على المويستات إيه إن شاء الله اليوم نحبوش ناكل حوت أخذ البرنامج هذا دعم ودعم دعم عنده مدة من ما هذيك أعطينا برنامج شنو هو البرنامج اللي تنتشنية تصوراتكم أنتم أهل الذكر في القطاع اللي يخلي غدوة في الأيام تخلقوا برنامج متكامل يخلي هالفروسية التقليدية هذه ما تقعدش رهينة دعم وإلا رهينة وضعية ولا حاجة يكون هي نفسها قادرة باش تمول نفسها بتظاهراتها ببرامجها بظهورها في التلفزات بأشرطة دوكيومنتير فما برشا أفكار شنو كيفاش راهم سي عبد القادر؟ والله بالنسبة لي أنا راه فماشي برنامج هكا معناها تصورات أنتم تصورتوا فيه تصور مثلا كالبرنامج هذايا اللي هو مفتوح توا لكامل الجهات وكامل برنامج البطولة الوطنية المزمع إنجازها هذاك هذا حاجة من الحاجات اللي تخلي الناس كل تشجع والناس كل فهمت على أساس تبدأ تحرص على الحفاظ على الفروسية التقليدية ماذا بينا لو يكون مثلا ما نعرفش مباريات ولا تكون وطنية على مستوى وطني إن شاء الله هذا إذا ينجح هذا فهمت بحول الله وأن تكون نتائج إيجابية بالنسبة لكل المربين بتاع القطاع هذا اللي هم يتعاطوا في الفروسية التقليدية ربما نوصلوا بالموضوع هذا ربما نوصلوا حتى نشوفوا بقايا أخرى كالمغرب المتقدم علينا في الخيول البربرية يعني حبيت نلفت قوس للواحد ماذا بين الإدارة فهمت المؤسسة في نارك في وقت اللي تبدأ عندها خرجات للدول هذه اللي تربي الخيول البربرية علاش لا ما تستدعاش فهمت ثلاثة أربعة يا أخي باش واحد ويمشي يشوفه باش احنا ما يمشي يشوف غاديك يقيم غاديك ويجي يقارن ما بين غادي ثلاثة أربعة شنو سابقا من مربين مثلا من الفرسان رؤساء الجمعيات رؤساء الجمعيات طبعا اللي هم سايرين على الموضوع وهيك وقت اللي يمشوا غاديك ويشوفوا حاجات جد باش ينقلوها ويحاولوا
يعملوا كيفهم، يتعلموا كيفهم، فهمتوا، نوصلوا بدرجة فهمت باهي الخيول البربرية، لأن اللي كان باش نبقوا بالطريقة هذه باش ندثر هالقطاع هذايا، وبعدين نصور نبدو قطاع نندموا لأن تو ما هو توجد، وأن الخيول البربرية المليحة كلها مشت للبلدان المجاورة، تو قاعدين نربوا في أجيال أخرى جديدة، واللي يستنى خير من يتمنى لمحالة، لكن الخيل الباهية كل مشت، علاش مشت؟ يلزمنا نسأل روحنا علاش مشت. والقطاع هذا راهو كبر سي تراد، راهو بصفة كبيرة الناس هذية ولات حاجتين يحبوهم، يحب الفروسية التقليدية ويحب السباقات. السباقات راهي ولات عندها جمهورها ما تصورش كيفاش، جمهور كبير، وتلاحظوه إن شاء الله في المستير في النهائي هذايا اللي هو جمهور كبير، يعني الخيالي ولا يجوا في جرته بالعشرين وبالثلاثين. على كل نتمنى وأن في المستير يقع إحياء الفروسية التقليدية في مناظرات في المناظرات وفي في الصيف إن شاء الله. الصيف أي خطر ثم ماذا بينا في الصيف، لأن فما توريست وفما سياحة وفما ناس تجي حتى للبحر وجي تخرج غديك، ما أن على الشط وعلى الواحد نجم الناس تعرف القطاع هذا شنو هو الوظيفة اللي قاعد يؤدي فيها، سواء في نطاق الفروسية التقليدية أو في نطاق السباقات لما لا، وأن تنزاد شوية للسباقات في الأوقات متاع الصيف في قصر في ميدان المونستير. وبالطريقة هذه علاش ما نزدوش لوحة فقرات أخرى، ما نزدوش ميدان آخر مثلا كالقدرة والتحمل موجودة هي؟ لا مشت من 2012 ما عادش نشوف فيها، من عاد الجنرال سعيد الكاتب اللي هو بصراحة كان وقف وعطي قيمة للقدرة والتحمل، وخدمنا معها في عديد المهرجانات ولقينا من الدعم، كل صراحة نقوله لقينا من الدعم اللي يشكر عليه، وماذا بينا الجامعة ذي فهمت تواصل عن منوال هذاك وتشوف تحية القطاع ذاية، لأن الخيول البربرية شن هي الدور بتاعها، ما تكتفيش كان في السباق برك، ما خلوهاش كان للسباقات، ما خلوهاش كان للفروسية التقليدية، هي هذاك دورها، لكن ماذا بينا تدخل حتى قفز الحواجز لما لا للقدرة والتحمل، وماذا بينا حتى نخرجوا بالقطاع هذايا حتى لأسواق عالمية. وكرسي للقفز على الحواجز يظهر لي في سي محمد الزاوية في البلاتو هذا، وعد أنه في الجامعة عندها برنامج مستقبلي سباقات مخصصة للخيول البربرية في القفز على الحواجز، وقت جبت له الموضوع هو موجود بعدك وفكرته في الخيل الكبار اللي كانت عندنا في السبعينات اللي أحد الناس خلطت عليهم، وفيهم حتى منهم اللي حصل لي الشرف أني قفزت به، فهمني كان عندنا سيف روسي ريم معروف لويز الخيل هذوما كل لويز بعد بعدين بعد لويز ما هذوما خيل معناها كانت تنجم تتعارك مع الخيل اللي يجيبوا فيها من الخارج. اليوم خليناهم لوحناه وهمشناه البرنامج الجواد البربري، وهذه من الحاجات اللي مسؤولية المؤسسة الوطنية لتحسين وتجميد الخيل في علاقتها مع الجامعة التونسية الفروسية للرياضات الفروسية، وإن شاء الله في نفس الوقت وقت اللي هي وقت الجامعة تتكرم علينا وتجاوبنا على بعض الرسائل اللي بعثناهم لها في الموضوع هذا، إن شاء الله بقدرة ربي أنا من في الحلقة الفارطة قدمت مديت يد العمل، لكن إلى حد الآن للأسف الشديد ما جانا حتى خبر حتى رد خبر عند الجامعة، هذا نداء آخر نزيد نتوجهه مرة أخرى باسم الاتحاد المهني المشترك للجواد اللي هو يمثل شرائح كبرى من الفرسان والمربين والأنشطة في الجواد، باش الجامعة تسمع شوية منا وتعطينا فرصة باش نجمو نحكيو معها ونقدمو لها بعض البرامج وبعض الاقتراحات، وما تقعدش هي معنتزة في نظرة خاصة لها هي فقط. لا أحبيت بالمناسبة هذية وأن نذكر القطاع هذا متاع الخيول البربرية هو القطاع هام وهام جدا في كامل الجمهورية، ماذا بينا العناية به خاصة في المواضيع هذية اللي هي القدرة تحمل السباقات الفروسية التقليدية والقفز على الحواجز. القفز على الحواجز طبعا يلزمنا هذه لما لا أن نحدث نوادي في الجهات، لأن ما يكونش مرتبطة إلا في العاصمة برك، مفهوم، عندنا جهات اللي هي تحب وأن تتعلم الشيء هذا، معقول لما لا الجامعة فهمت الجامعة، وأن تكون تعمل دورة
ولا عندها اختصاصينها ولا كذا، كل مرة تعمل دورة. الحمد لله تو راهي فما جمعيات، والجمعيات كلها تتكفل بكل شيء. راهي الجمعيات وقت اللي يجي سباق توقف الجمعيات، وقت اللي يجي مهرجانات توقف الجمعيات. ماذا بينا الجمعيات فهمت تتطور في القطاع هذايا وتسهر القطاع هذايا بطبيعة الحال تحت أنظار السلطة المعنية بالأمر. وماذا بينا في قدرة وتحمل كما ذكرت سيادتك وأنا السي محمد الزاوية وعد، ماذا بينا يعجل بالموضوع. ماذا بينا احنا راهو المربي راهو كل يوم يشوف في الزايلة نتاعها شنية، كل يوم يشوف فيها يصور فيها صباح كيف ينوض يزم يطل عليها شن أحوالها لباس ولا لا، وين وصلت اش عملت كذا. وما اللي كان باش نبقوا نشوفوا فيهم راهي بال الدول المجاورة محلول، وباش يجي وقت وأننا نفقدوها ونقولوا أهلا لتنا لنا حصلناها ونشدناها مهما كانت الظروف. شنية السياسة الجديدة؟ هي راهي مش حاجة جديدة، هي حاجة طبيعية ويزمنا أن الجهات نطوروهم. وقلت أنا أول زيارة اللي وقت شديد سباق الخيل مشيت المكناسي وشفت الحالة اللي فيها مركز المكناسي يلزمه تطوير، عباد مغرومين، عباد نهارتها أقول عليها حفلة في مكناسي. وحاولنا قلت لهم أنا أول مرة في الكورس الجاية مش تكون عندكم ستال، وستال قعدنا نصنع فيها توا ديديه للمكناسي. بالنسبة للمستير البرنامج أكبر، بالنسبة ل 2013 زدنا جولات في موسم الخريف. تعرف اللي قبل فما كان موسم الربيع وموسم الصيف يونيك ما، توا زدنا في الخريف شهر سبتمبر أكتوبر زدنا جولات أخرين. كعلاش المركز نتاع المينستير يلزم التطوير كبير برشا، والتطوير هذايا كيفاش نراه انا بالنسبه للعام الجاي والعام اللي بعده. كيف عملت دوره لهنا نلقى نزل في حاله يرثى لها، وباش نحاولوا باش نعملوا طلب عروض لتهيئه النزل هذايا واستغلاله. استغلاله يكون فيه نزل ويكون فيه مطعم ويكون فيه مقهى وتهيئه المركز بصفه عامه، وخلينا نتحلوا على الخارج دون لو كادر دي كورس اوفيرت، السباقات المفتوحه لكل البلدان وخاصه في شهر ديسمبر وقت اللي في اوروبا الحصان الكل ما يجريوش، علاش لا نجيوهم لهنا ونعملوا السباقات المفتوحه هذه. برنامج كبير، برنامج كبير بتاتر زاد برنامج طموح، مي نحاولوا ان شاء الله السنه يورا ان اكسيدون دو ريسيت، والاكسيدون دو ريسيت ديما نحطوه في الاستثمار. اوكي نيميرو هذا لا فيريفي افيك سا فهمت هذا بوليس الكترونيك أمريك. هاي سمير جدارة من ولاية صفاقس. صفاقس ولا لا صفاقس المدينة. المدينة. مالك خيول بربرية وعربية بربرية وكذلك خيول عربية أصيلة. من وقتاش تربي في البربرية والأصيلة؟ لا صافي لونتوم تقريبا من أواخر الثمانينات، والوالد كان يكسب قبل وتمدات هكاكا ديما نفس بالخيول. وعندنا زادة سلالة ممتازة في صفاقس، والظاهر هذه تكبر شيئا فشيئا بحكم المناخ متاعنا قريب للشط متاع سيدي منصور اللي خلى الناس تتمتع بالهواء والمناخ الممتاز هذايا، ويساعد للفاج متاع الخيل بصفة عامة بلاصة ممتازة ياسر. وحتى كي جاوا بعض إطارات من المؤسسة القومية لتجويد وتحسين سلالة الخيول يقولوا لي بلاصتكم أنتم يمشي فيها الليلفاج نتاع الخيول، وبالفعل معناتها كلامهم كان صحيح والخيل قاعد يتزاد، وخاصة لقينا شوية تشجيع من المؤسسة كذلك من شريك سباق الخيل
لاحظنا اللي بعد الثورة زادت حتى كثفت في الجوائز وزادتنا في عدد السباقات. نهيك احنا تولي موجودين هنا للسباق النهائي، تمت التصفيات على مستوى الولاية ثم الربع النهائي ونصف النهائي، أول يوم وصلنا للنهائي ورب إن شاء الله يوفق الجميع. محسن الغزي رئيس جمعية الفروسية القيروان الجنوبية. هنا برشا مشاكل فالخيول البربرية، معنا السباقات ولت معناها منظمة نوعا ما شوي، وخاصة من اللي معنا شد الإدارة سي نور الدين مشهيدة. نحبوا عنا مشاكل في التحليل الجيني، التحليل الجيني عنا تو نحن أفراس تو موجودين من في القروين ولا في قفصة، موجودين عندنا ثلاثة حالات، قفصة والحامة والقروين اللي الفرس معناها يعرفوها مواليها، وخمسين ألف شاهد مثلا ومن الفاميلة والعرش وكل اللي هي بنت أمها، تجي تقول لي مشي بنت أمها معناها تولي حاجة مشي منطقية. قول لي مشي بنت أبويا مثلا، مشي بنت أمها ولا مشي بنت أبويا؟ مشي بنت أمها وانا مولدها مثلا، نال مولدها مثلا، وعندي فاميلتي وعرشي والناس كل وانا يعرفوها اللي هي رضعت، وخذوا التحليل الجيني هي بنت سبع ايام في جرة امها، تجي اليوم تقول لي مشي بنت امها، هذا معناها مش معقول. ولا عندي شك في التحليل الجيني. الاشكاليه الاخرى اللي معناها اللي غايظتنا والناس كل كفلاحه نتاع الخيول البربري اللي ما عندناش كون يمثلنا في مجلس الاداره. شنو تقترح انت؟ انا نقترح مجلس الاداره ننتخبوه نحن مش مثلنا نحن كملاك للخيول العربية البربري اللي هي الخيول التونسية الأصيلة، ننتخبوه نحن رؤساء الجمعيات من كامل التراب الجمهوري، نتلموا عنا تو 33 جمعية، ننتخبوا شخص منا اللي مثلنا نحن في مجلس الإدارة. قفصة عنا مهرجانات، أما في العوامات اللي فاتوا ذوما في الثورة وكما تعرف مشاكل أمنية، إن شاء الله في مارس هذه باش يوقع مهرجان، وإن شاء الله تكون تشرفنا القناة هذه وتشوفوا كل شيء موجود في قفصة من الخيول ومن ثم حاجات يقسمونها الفلاح. أبسط حاجة اللي نعطيها لكم كموضوع على العلف، خي يكسب خيالي ويشوف شكارة الشعير ب 30 دينار الفلاح عظامه، كلهم مساكين راهم في حالة، راهم ماذا بينا كاتحاد فلاحين وكمنظمة فلاحية تعاوننا على الأقل دعمنا حتى شوية، حتى الفلاح دعمه حتى بحاجة بسيطة في العلفة دي، وبارك الله فيكم. We'll be right back.
ايديهم ولا يتبون يديروا الصحراء ايديهم وش يعملوا. لولا اول حاجه زدوني في ميزانيه البارب، ميزانيه البارب راهي ما تفرحش. ثاني حاجه لي 8 ايامنا اسبوع كامل مرمد هنا، تشوف فيه مرمد هنا وكل شيء، تجي هاك تشوف فيه مجمل تشوفه بعيونك. الديبار الاولى والثانيه والثالثه انا مش مال مش مال الحل. انا قلت لك زدوني ميزانيه وعادوا كورسي، كورسي هذه تلغى. او بشي مزوين باش تلغى تحليل مش صحيح يقول لك نزل تحليله يجب التحليل يطيشها. مش اول مره ومش ثاني مره، هذه مش ديباره مره ديباره الحصان تاعنا خرج زيام وراه هو مزرق. قالوا لنا باش نجيب تحليل ومزرق، شافوه مزرق كل شيء. جيت قالوا لنا باش نجيب التحليل وهذيك التحليل يجب التحليل يطيشها منه وتعدى. ثم رشوه ثم واحد ثم كل شيء. اي سيدي انا كشخص وكمسؤول نوعد تو باش نمشيو نتبعوا زوين في التحليل، ووقت اللي يجي التحليل نخرجوا لكم في التلفزه. مرحبا بكم سيدي في المسابقه هذه يعني الوطنيه للخيول البربريه والعربيه البربريه. عندك تعليق على الديبار ساعه ولا؟ والله شو نقول لك، هذه شو كل شيء يعني متوقع، لانهم مش متمارسين ياسر على يعني على الخطوات هذه، ولهذا نعذرهم. فما شيء يعني تريف من التلبس، اما كل شيء انا في رأيي أنا يعني حسب خبرتي أنا نجم أقول لك يعني الأشياء هذه تقع وما تأثرش برشا على المسار سباق. نقول لك صراحة يعني فهمتني. طيب شنو العملية اللي كنت تعمل فيها هذه؟ العملية هذه ماك تعرف لضمان يعني حظوظ متساوية لكل المتسابقين الأولاني والثاني والثاني اللي حايز، لابد نتأكدوا منه اللي هو ما تناولش منشطات أو ما خدش أشياء أدوية أو شيء اللي تخليه يبرز على بقية الخيول. ولهذا اللي يجي الأول والثاني في كل المسابقات نأخذهم عينة الدم نرسلوهم للمختبر باش نكشفوا إذا موجود يعني منشطات. ما تعرف المنشطات ممنوعة في السباقات، لأن المنشطات تعمل يعني تولي الحظوظ. برجح كفة واحد على واحدة. باهي التحليل وين يصير بعد؟ أنتم النتائج وين؟ التحليل هذا توا يمشي حتى يمشي يتسكر ويتبعث لفرنسا، يتبعث لفرنسا ويتحلل غاديكا ويتبعث لفرنسا بدون اسماء يعني انونيم فهمتني؟ كيجينا والاسماء تبقى عند يعني الشركه يعني ما تبقاش عند الكوميسير فهمتني؟ من بعد كي ترجع زاده النتيجه ترجع انونيم، اما فيها يعني ارقام يعني نجم نطبقوهم مع الارقام اللي بعثنا بهم ونعرفوا اشكون، اما ما ثماش منشطات ودائما المفروض ما ثماش منشطات يعني ما نلقاوش برشا منشطات فهمتني؟ واذا فهم منشطات باش يكون يعني اتخاذ الاجراءات يعني القانونية يعني متعرف عليها. كل شيء ما فيها حتى شيء، كلها مسكرة واحد فهمني. دي مسكرة احنا نفتحوها توا لهنا، وبعد ما نفتحوها ناخذ زادة كلها معقمة لهنا، وكلها يعني مسكرة هذه، نكون نستعمل كلها بأشياء يعني ذات الاستعمال الواحد، ما فماش أي يعني طريقة باش نشكوا في أي يعني مفصل من مفاصل آخر العينات. ولا هذا خلينا نحط في النفس. هذاك النفس يعطيك الصحة. دونك هذا مفصل كيفاش؟ طو هذا طو ها شفت هذه الصورة سيلي تتبعث يعني سيلي وتحط عليها يعني تنحى الأسامي تتحط في حذاء وتحط أسامي أنونيم يعني كودابار يمشي كان كودابار كودابار هو بالكودابار يفصحه وما عاد يرجع ولا طو جماعة البار بيعرفوا ينشطوا هذوما ولا يشوف هما وذي حاجة صراحة هذا حاجة باهية ياسر ما سمعتها منهم. هما يطالبوا يعني بتساوي يعني الحظوظ، ولهذا هما بيدهم طالبونا برغم هذا قانون السباقات، ما هما بيدهم طالبونا بإجراء الفحوصات هذه، ولهذا يعرفوا ونقول لك تعرفوا خاطر هما طالبوا كود دي كورس قانون المسابقات هو نفسه اللي يطبق على البربري ويطبق على الجواد الأصيل. الكود دي كورس يطبق على كل السباقات يعني الرسمية فهمتني، أما فيه يعني بتصرف لا بتصرف صراحة، لأن وليش توا هذوما الجواد ما عندوش يعني ممرن وما عنده الصاحب هو الممرن هو الواحد فهمتني، ولهذا إني بس مش مكون مش ملم بجميع يعني أركان يعني الكود دي كورس الخفايا نتاع كود دي كورس. ولا بارك الله فيك سي لندول. اما بالله انا نحب حاجه نجم نشجعوهم سورتو اصحاب
الجواد البربري لازم نشجعهم، اللي عندهم ما عندهمش يعني افاق تشجيع كبيره ياسر. وتعرف انت تكاليف يعني الجواد في يعني في تغذيته في كل شيء تكلف برشا، اذا احنا ما نشجعهمش باش يطمئن. سيداتي وسادتي، الى حد الان دخلتوا الى ختام الحلقه بتاعنا، بارك الله فيكم على المصافحه الجديده، وباذن الله نلتقي في فرصه قادمه، والسلام عليكم.